أخوي سهيل، طبعا في البداية مثل ما تفضلت أود أن أعزي نفسي وأعزي قيادتنا وشعبنا في وفاة المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه وأسكن فسيح جناته. حقيقة نحن فقدنا قائد استثنائي أعطى الكثير وكرس حياته لخدمة الوطن والمواطن، وركز على التنمية وجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة. طبعا أعطاها هذا الزخم والثقل السياسي وعمل على توطيد العلاقات مع العالم أجمع. بصراحة كان يوم جدا حزين يوم تلقينا خبر وفاة سموه الله يرحمه، الكل كان حزين، وهذا الحزن كان واضح على قلوب الجميع، يعني مواطن مقيم حتى اللي عايش خارج دولة الإمارات، وكأن التاريخ يعيد نفسه، نفس الحزن نفس الألم اللي كان في عام 2004 عشناه بنفس التفاصيل. رحم الله باني ومؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وأسكن فسيح جناته، ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة اللهم الله آمين يعني. اللهم آمين. ويعني الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه بكاه العرب أجمعين وبكاه العالم، لأنه يعني كان يداه يعني من يبكيه اليتامى والأرامل في العالم، فلا خوف عليه عند ربه كما يقال، هو كانت يداه البيضاء تصل إلى كل مكان، وكان يساعد المحتاجين والمعوزين في كل نواحي هذه المعمورة. دكتورة، يعني الشيخ خليفة رحمة الله عليه صنع وخلق سمعة لدولة الإمارات هي ما يسمى اليوم بمصطلحا بالقوة الناعمة. أنتم أكثر من غيركم سعادة السفيرة تتلمسوا هذه القوة الناعمة، تتلمسوا سمعة الإمارات بالتعامل مع في الخارج. في وارسو سعادتك موجودة وتلاحظي وتشاهدي كيف يتم التعامل معكم كإماراتيين. طبعا أنا هني بذكر شيء، يعني بخصص الكلام عن تمكين المرأة، لأن معظم الدول في العالم يتحدثون عن تمكين المرأة الإماراتية، وهذا أيضا يعطي يعني قوة كبيرة للمرأة الإماراتية. مثل ما نعرف أن تمكين المرأة هو أصلا من الأولويات والتوجهات الحكومية، وفي عهد المغفور للشيخ خليفة بن زايد المرأة حظت بأدوار كثيرة مثل ما احنا شايفين، فهي رئيسة للبرلمان، هي وزيرة، هي سفيرة، ولعبت الكثير من الأدوار المهمة بفضل هذا التمكين. لأن هني أن في دولة الإمارات المعيار هو الكفاءة، التميز، القدرة على الابتكار، وطبعا هذه الأمور تبهر العالم، تجعل دولة الإمارات لها ثقل ووزن كبير طبعا، وهذا أسهم بشكل كبير أيضا في تسريع وتيرة التقدم والنهضة في الدولة، لأن إحنا في دولة الإمارات عندنا رؤى متأصلة في قيادتنا الرشيدة ونابعة من نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، وستستمر بشكل دائم، لأن إحنا في دولة الإمارات هني نشوف أن الفرص متاحة للجميع، لأن الهدف واضح، وجود قيادتنا الرشيدة في ظل دولة اللامستحيل أصبحنا من الدول ذات التأثير، وخلي أقول ذات الثقل والبعد السياسي المؤثر على مستوى العالم. وهذا يرجع فضله لله وللمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي سعى دائما إلى رفعة المرأة، وهو كان لديه قرار في 2019 بتمكين المرأة السياسي، مناصفة في المجلس الوطني الاتحادي. سعادتك سفيرة للتو كانت معنا دكتورة جامعية، وسيدات الإمارات يشغلنا أكثر من 60% من المناصب الحكومية. سعادتك، الإمارات ودعت قائدا واستقبلت قائدا جديدا، ودعت كبيرا واستقبلت كبير، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه، قائد دولة الإمارات ورئيس دولة الإمارات بسلاسة وبسهولة. كيف تابعت هذه مسألة انتقال السلطة في دولة الإمارات؟ حدث بسلاسة عالية جدا، هذا لا يحدث في كل دول العالم في يوم واحد. نعم، حدث في يوم واحد. كيف تابعت هذه عملية الانتقال وعملية تولي وانتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟ طبعا هني احنا لازم نتكلم او نعرف المنظومة الإماراتية وطبيعة العلاقة ما بين خلينا نقول كل من آثر العيش على ربوع هذه البلد الطيبة
ما أتكلم على مستوى المواطن فقط، وطبعا مع قيادتنا الرشيدة، وأيضا العلاقة الوطيدة اللي تربط حكام الإمارات المتمثلين في المجلس الأعلى للاتحاد مع بعضهم البعض. هذه العلاقات أدت إلى هذا الانتقال السلس والمبايعة المباركة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله. وطبعا أمانة أنا اليوم أهنئ نفسي وشعب الإمارات على تولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم. هذا الرجل المحنك السياسي الحكيم اللي بيكمل النهج، وبتحظى دولة الإمارات بمستقبل باهر مليء بالتقدم، الازدهار، الأمن، الأمان، السلام، ليس فقط على مستوى المنطقة، نحن لا نتحدث على مستوى المنطقة فقط وإنما العالم بأسره. فهنيئا لنا بهذا القائد الاستثنائي، وهنيئا للإمارات بالقيادة الرشيدة. نحن هنا في دولة الإمارات نخطو بخطى ثابتة وعين لا ترى إلا المستقبل، وهذا ما يميز دولة الإمارات سعادة السفيرة. هي تمضي ضمن خطط معروفة، ضمن خطط يعني تسير بهدي وتعلم أين تخطو وتعلم أين ستصل. لدينا خطة إلى 50 عام قادمة. يعني نعم. هنا نتكلم، عندما سألتك دكتورة يعني أثرت الكلام عن المرأة، والمرأة دائما في المقام الأول. اليوم التسامح، التسامح من أحد سمات دولة الإمارات. لدينا كل جنسيات العالم موجودة في دولة الإمارات، لدينا كل الأديان، لدينا كل المذاهب، لدينا كل الطوائف. لماذا ينجح هذا الشيء في دولة الإمارات؟ لماذا ينجح المجتمع الإماراتي بمقيميه؟ أنا هنا أتكلم عن المقيمين والتنوع هذا. يعني في اليوم الواحد نلتقي في أبوظبي بعشر جنسيات، هذا شيء طبيعي. كيف أثر هذا التسامح على سمعة دولة الإمارات؟ وأيضا عندما تقبل الآخر فالآخر يقبلك في المقابل. بالضبط، نحن دولة سلام، ودائما هذه من الأساسيات والمبادئ اللي تقوم عليها دولة الإمارات. مبدأ التسامح ومبدأ السلام هذا من المبادئ اللي الكل ينظر إليه. الأمن والأمان الحمد لله في دولة الإمارات كبير جدا، لهذا ترى أن الشعوب، وطبعا إحنا هني لما نتكلم عن القيادة في دولة الإمارات وكيف أنهم يطبقون هذا المبدأ، ترى مبدأ التسامح، ترى مبدأ السلام، نحن كشعب نخطو على خطى ونهج القيادة، وهذا طبعا له أثر كبير ونلمسه حتى حقيقة في اجتماعاتنا لما نكون هنا في الخارج ونمثل دولة الإمارات. نرى كيف أنهم يتساءلون كيف لدولة الإمارات أن تكون بهذا الانفتاح وترسي هذه المبادئ اللي هي مبادئ السلام والتسامح. والحمد لله هذا يعطينا مثل ما ذكرت سابقا أن هذا يعطينا الثقل السياسي ويعطينا الزخم، ويكون لدولة الإمارات تأثير كبير في القرارات الدولية على مستوى العالم. وما يمشي بخطى هذه وبحذو هذه الانفتاح الكبير والتسامح الكبير، هناك تسامح كبير، تقبل للجميع، تسامح مع الجميع، ولكن كما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، قال نحن سنمضي إلى المستقبل ولكن متمسكين بتراثنا، بهويتنا الإماراتية العربية الإسلامية. الإمارات ومجتمع الإمارات لم يذوب سعادة السفيرة في المجتمع المتنوع الذي يشمل كل الجنسيات وكل الأديان. أهمية اليوم التمسك بالتراث في الحفاظ على الهوية والحفاظ على الموروث. طبعا هذا جدا مهم، ونحن دائما يعني نحافظ على هذا الإرث، لأن مثل ما كلنا نعرف اللي ما يكون له ماضي وما يعترف بالماضي ماله وما تتأصل في المبادئ والقيم الموروثة، هذا ما يقدر ينجح في المستقبل. فهو مكمل، لازم الواحد يقف على عاداته وتقاليده ويحافظ على تراثه ليستطيع أن يكمل مسيرته وينظر إلى المستقبل. ومثل ما قلت لك، إحنا دائما نظرتنا واضحة وخطانا ثابتة، ننظر إلى المستقبل، ولكن أسلحتنا هي
تراثنا، هي قيمنا، هي مبادئنا، وهذا يمكن اللي قاعد يميزنا على مستوى العالم. وهذه هوية وشخصية إماراتية تمضي بالضبط. إلى المستقبل بخطى ثابتة، ونحن إماراتيون عرب مسلمون، ولكننا نمضي إلى المستقبل بسرعة كبيرة وبخطة ثابتة. سعادة السفيرة، كما تفضلت، سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا، شكرا جزيلا لك سيدتي للمشاركة معنا في هذه التغطية. شكرا أخوي سهيل، شكرا. الله يحفظك، مشكور.